مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفة محببة لكتير جدا مننا كبار وصغيرين. هنعمل إيه؟ هنعمل عجينة البيتزا بطريقة بسيطة جدا جدا وسهلة جدا، وهنحكي عنها وإحنا شغالين، وهنعمل صوص البيتزا الحلو قوي اللي إحنا بنشوفه بره تقيل جدا ومش هنحتاج نشتريه، وتقدروا تحتفظوا بيه في الفريزر ويبقى ليه منكهات وطعم حلو قوي. خلينا كده نبدأ نقول هنعمل إيه، لكن أول ما تنطلق صفارة الحكم علشان نبدأ الشوط الأول مع بعض. أول حاجة هتكلم عنها عجينة البيتزا، هنقول كده مقاديرنا، هحكي على الكيلو دقيق وهقول لحضرتكم هيطلع كام صينية وحجمها قد إيه. طيب عندي كيلو دقيق، طبعاً الدقيق الفاخر يصلح، دقيق متعدد الاستخدامات يصلح، دقيق البيتزا يصلح. طيب عندي 3 معالق كبار من السكر، معلقتين كبار من الخميرة الفورية الهرمية، نص لتر من المية، ممكن تزيد يبقى 600، يعني يزيد حاجة بسيطة أو يقل حسب نوع الدقيق. طيب عندي تلت كوباية من الزيت النباتي، ممكن زيت زيتون إذا حضراتكم حابين، بس أنا هستخدم زيت مليان. عندي ربع معلقة صغيرة من الملح. دي كده عجينة البيتزا. طيب نتكلم بقى عن صوص البيتزا. صوص البيتزا انا محتاجه فيه لتر طماطم بيوري. هتكلم على تكنيك الطماطم فيه لان ده بيعتمد كليا على الطعم فعلا في الصوص ده. طيب عندي معلقتين من الصلصه، توم مفروم، ممكن يعني نتغاضى عن ده ونحط توم باودر. عندي زيت زيتون، معلقه كبيره من السكر، زعتر وروزماري وريحان وملح وفلفل. ايه كل ده؟ هنشوف دلوقتي. بسم الله. اول حاجه قبل ما اعمل العجينه خليني احط الصوص مع حضراتكم على النار عشان يظبط معايا، عشان انا عايزه اشتغل منه مع حضراتكم في الحلقه. طيب لو انا مش عايزه استخدم صلصه خالص خالص، انا هجيب الطماطم، وليكن كيلو من الطماطم، هفتح الطماطميه تكون طماطم كويسه، حتى لو هي يعني المفروض تبقى فريش الحقيقه وتبقى قويه وجامده كده. هنفتحها كروس، حرف فيه كده من 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 الطماطم من تحت بعد ما بنشيل الجزء الاخضر اللي فوق، وبعدين بنحطها في حله ونحط معاها كوبايه من الميه ونحطها على نار هاديه. بتبدا البخار على النار الهاديه دي يبدا يتغلغل كده في الطماطم دي ويديها حاجه بسيطه من مش تسويه، ولكن يبدا يفصل القشره بتاعتها عن اللحم بتاع الطماطم نفسها، فاسمها طماطم كونكاسي، يعني بتاخد كده ايه شبه تسويه بسيطه. طب لما بطلعها من الميه السخنه دي بعمل فيها ايه؟ لما بسيبها العشر دقايق دول بعمل بعد كده ايه؟ باخدها احطها في ميه بتلج عشان اوقف التسويه بتاعتها وتحافظ على اللون والفوائد اللي فيها. هاخدها انزع القشره دي بسهوله، احطها في الخلاط زي ما هي. اللي عايز يخلي البذر هنقطعها نصين ونصفي البذر كده، وبعدين نحطها في الخلاط. وبعدين بعد ما بحطها في الخلاط بضربها زي ما هي، بس هي بتبقى سبحان الله بعد ما بتطرى فيها سوائلها بتظهر بقى، بتبان، ما بتحتاجش نضيف ميه زي الطماطم الفريش لما بنضربها في الخلاط وتحتاج شويه دعم معانا. خلاص انا دلوقتي هبدا احط كده، بعد ما بضربها بتطلع الشكل ده. بصوا حضراتكم اللون مختلف ازاي، شايفين الصوص بيبقى عامل ازاي؟ ده الصوص الطماطم بيبقى كده، وفي تقل كده لوحده هو كده، دي طماطم بس. قبل بقى ما اضيفها تعالوا نعمل التشويحه اللي تدعم المنكهات الحلوه اللي انا عايزه احطها في الايه صوص البيتزا دي. ناخد المعلقه الجميله دي، هاخد كده هنا على النار، انا هستخدم زيت مليان. بسم الله. هحط شويه كده، وبعدين هاخد فص من الثوم. طبعا انا بحب استخدم الثوم الفريش، انا يعني انا عن نفسي، لكن حضراتكم تقدروا تستخدموا الثوم الباودر، بس طبعا الثوم الفريش حاجه تانية خالص. اهو يعني صوص كده بيدعم الطعم وكفايه انه فريش وناخد فايدته. طيب هنقلب كده تقليبه خفيفه، مش عايزاه يتحمر. معلش انا عايزه ارفعه بس كده عشان النار هنا عاليه، بيفرقع فرقيع، يمكن عشان احنا في العيد مش عارفه بيعمل ليه كده. طيب هاخد معاه شويه من المنكهات بقى، الريحان، الزعتر، الروزماري، كل دول هاخدهم فريش، طبعا احلى لو هم فريش يعني. وبعدين هقلبهم كده تقليبه، اطلع بس الايه النكهه بتاعتهم دي، وهضيف معاهم معلقه الصلصه في الاول عشان اطلع منها الماده الحافظه دي، اديها بس تشويحه كده. بص الروايح، الله الله. ولو جاف عند حضراتكم برده ما فيش مشكله. هنقلب كده تقليبه كده، الروايح رائعه. طبعا لو التوابل دي او المنكهات دي جافه هتدوها التحميصه دي مع الزيت هتطلع الروائح قويه جدا. انا بس عايزه ابقى ارفعها اجيبها على جنب شويه البان كده لحد ما اضيف الايه الصوص. بسم الله.
وهقول لكم معلقه السكر. بصوا الصوص تقيل ازاي، شايفين دي الطماطم، دي طماطم طبيعيه مفيش فيها اي اضافه اهي، خدناها عملناها بالطريقه اللي قلتها لحضراتكم اهي. تقدروا برضو تحتفظوا بيها في التلاجة، عايزين بقى ايه لو عملتوها بالبزر عايزين تصفوها برضو مفيش مشكلة. يعني اقصد في النهاية هي حاجة بيتي معمولة، بصوا ولا تقوليش بقى اشتري من برة ولا حاجة، وهتدي تيست وطعم سبحان الله للصوص ده رائع. بصوا التقل بتاع الصوص، صوص حقيقي ما يبقاش خفيف ويبقى على البيتزا شكله حلو. انا بس عايز اهدي النار معلش شوية خالص عشان الصوص ده بيطلع كده سخونة، فبيخلي الصوص الطماطم تقعد تعمل بابلز كتير كده تطير في الهواء. تعالوا بقى نحط رشة الملح والفلفل ومعلقة ملح. حلوة بس لما بتتحط زي ما هي. البيتزات بقى الإيطالي اللي ليها الحشوات اللي احنا مش متعودين عليها، اللي بيحطوا فيها اللي هي السبانخ، ورق السبانخ والشيري توميتو زي ما انت بتقول فعلا مخرجنا الجميل أستاذ إبراهيم، دي بتبدأ تدخل الفرن بتنزل بتاخد التسوية بتاعت البيتزا بتطلع رائعة. لكن في ناس ما بتحبش طعم الطماطم مثلا، خلينا نقول ايه هي ليها محبيها، ولكن الصوص ده البيزك الأساسي لازم أحطه في القاع عشان هو ده اللي بيدي طعم للعجينة اللي بناكلها في الآخر. حتى لما بنيجي ساعات نطلب بيتزا من بره نقول له ايه زي ما بنقول اكسترا تشيز مثلا، عايزين جبنة زيادة نقول ايه اكسترا صوص مثلا. ساعات بتبقى جافة كده البيتزا، تحس انك بتاكل حاجة زي العيش فأنت مش مبسوط، فهو لازم يبقى فيه نسبة وتناسب. لكن طبعا الشيري توميتو اكيد رائعة، ممكن تتحط بقى في بعض البيتزات ويديها تاست، بس لازم يبقى الناس دي بتحبها. طيب هنقلب كده لسه ايه عشان هي شبه الكرز، ما هو الشيري ده جاي من الكريز يعني معنى الكلمة كريز، فهي شيري صغنونة قد الكريز قد الكرز، فصغنونه كده زيه يعني. هنحط معلقه سكر، معلقه السكر دي بتظبط الحموده وبتخلي الناس اللي بتتضايق من الصلصات وتعمل لهم حموده تروح خالص، وبتدي تيست حلو قوي للصوص ده هتتبسطوا بيه جدا. فاحنا يعني ايه هنقلب كده معلقه السكر الحلوه دي. بصوا الصوص بقى تقيل ازاي، كده بصوا بقى هنعمل كده. عايزه اقول لكم بصوا شايفين، هنسيبه بقى ياخد كده غلق. ليه بقى انا مش عايزه اسيبه كتير على النار؟ لان انا مش حاطه صوص طماطم طبيعيه فانا مستنيها تتسبك. اولا ده بيتعب جدا على فكره، يعني الناس اللي بتتعب فعلا من الحاجات اللي بتعمل حموضه دي مش هتعاني من الموضوع ده، وبتبقى صحيه لان انا حافظت عليها. بس اهم حاجه خطوه الميه بالثلج دي عشان توقفوا الـ يعني التسويه بتاعتها. عايزين بقى تحتفظوا بيها كده في الفريزر وهي كامله من غير ما تضربوها في الخلاط، اعملوا كده هتحتفظوا بطماطم رائعه. طيب تعالوا بقى ناخد الخطوه الثانيه مع حضراتكم. انا سايبه الصوص كده وتعالوا نروح نعمل العجينه. بسم الله، هاخد كده عندي بوله فيها كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق اتفقنا ان الدقيق ده انواع. هناخد الدقيق الفاخر اللي هو 72% استخراج، او الدقيق متعدد الاستخدامات، او الدقيق الخاص بالبيتزا اللي احنا عارفينه كلنا، خلاص اللي يريح حضراتكم. مش معنى انكم هتستخدموا دقيق فاخر يعني هي مش هتطلع، او لو مش دقيق خاص بالبيتزا مش هتطلع. اوكي تعالوا بقى هنا بسم الله هنزل كده كميه الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هحط البوله ان ده كيلو بالظبط، كيس دقيق كامل كيلو خلاص. انا حطيته، هاخد كده معايا الاول الملح كده نص معلقه كده من الملح، او يعني مش معلقه كبيره يعني مش عايزه العجينه تبقى حادقه، لان انا وارد ان انا احط مكونات تبقى فيها نسبه املاح زي تونه زي مثلا بسطرمة ايا كان يعني. وهاخد كده معلقه او معلقه يعني معلقتين صغيرين يعني معلقه كبيره من اللبن الباودر. على فكره دي اضافه هي مش مطلوبه اصلا يعني مش اضافه، دي بس كده احنا ايه بندلع الحاجه في البيت يعني. وادي السكر وخلاص كده بقينا بقى الزيت والخميره. ادي الخميره وعندنا الزيت النباتي تلت كوبايه، انا هحط ممكن زيت الزيتون، انا هحط زيت مليان عشان انا هستخدم زيت مليان. بسم الله اهو، وما تكتروش الزيت عشان العجينه ما تنشفش
مهمة جدا، مش قصة ان انا عايزاها ما تلزقش، لا، هنحكي دلوقتي عن وضع ملمس العجين نفسه. طيب انا هنا المية فترة، بصوا بقى المية لازم تبقى فترة، بصوا احط ايديا اقدر اعد لحد 100، مفيش مشكلة. عشان تشغل العجينة في الصيف ما بتحتاجوش، يعني ممكن تبقى المية من الحنفية ونازلة فترة، لكن في الشتاء لازم تبقى دافية، يعني اعمل بالانس بين دي. الكيلو دقيق ياخد في السوائل حوالي 550 ل 600 ملي مية. ال 50 ملي دول ممكن يخلوها تبقى مية عسل، وال 50 ملي دول ممكن يخلوها مظبوطة جدا، ده على حسب نوع الدقيق. أنا بستخدم نوع وحضرتك بتستخدمي نوع تاني. خلينا في المضمون نحط ال 500 ملي ونحطه شوية شوية مع الخلط، ولو لقيناها محتاجة ال 50 ملي زيادة هنزوده. خلاص؟ بسم الله. نعمل كده بس تقليبة للمكونات. نقدر كمان نحط مع العجين البيتزا النكهة شوية زعتر شوية روزماري، فتطلع العجينة ليها تيست، بس أنا استغنيت عن ده في إن أنا أحط ده في الصلصة بتاعتي أو الصوص بتاع البيتزا. طيب هنقلب وهاجي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ أزود المية هنا شوية شوية. بسم الله أهو هتختلط معايا. انا لما اكون الميه في ايدي وانا ازودها واتحكم فيها احسن ما تزيد وانا ما بقاش عارفه اقعد ازود دقيق، وطبعا المقاييس هتختلف برضه، فخليني في المضمون. بصوا كده، تعالوا بقى نقلب تقليبه حلوه اهو. هتلاقوا كده ايه العجان من جوه حواليه، هنضربها لحد ما تنضف البال بتاعة العجان دي. بصوا حضراتكم اوريكم، بس عشان ممكن تكون اللون مش باين. بصوا كان بيبقى هنا فيه لازق كده عجين، بيبدأ بقى يلم معايا العجين. عايزة ابص كده على الملمس. اوكي خليني ايه اضربها ضربة كمان. هي المفروض تاخد لها 10 دقايق ولا حاجة، وبعدين هجهز بوله فيها زيت وهحط فيها العجينه بتاعتي دي، هتطلع هشه وطريه وجميله ما تقلقوش. اول ما بتتخمر الدنيا بتبقى جميله جدا. هغسل بس ايدي دقيقه واحده وهبدا بقى احط زيت على ايدي واشتغل في العجينه الايه اللي انا بضربها دلوقتي اهو. خلينا بقى ناخد بوله كده. اوكي ناخد بوله، والبوله دي هبدا ادهنها زيت. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، همسح كده. اهي هحط فيها نقطه من الزيت النباتي مليان كده، وخليني معلش انا هاخد نقطه كده على ايدي بس. تعالوا بقى تعالوا بقى نرفع، هنزل كل دول اهو من هنا، وهاخد دي كده كده. هنيجي بصوا بقى انا بعمل حساب ايه، هنيجي نفرد على دقيق هتاخد نسبه دقيق، لو هي بقى مظبوطه قوي في الدقيق وطلعها ملساء كده هتلاقوا الدقيق ده زاد وهتبقى ناشفه شويه. بصوا هتمسك وهتبقى جميله اهو. هحط كده العجينة، سيبوها كده، أنا بحبها استكي كده بتطلع هشة ورائعة أهي. خلاص أول ما هنيجي نفردها بقى على شوية من الدقيق هتبقى مظبوطة جدا. شوية الدقيق اللي هنضيفهم في الفرد هما دول اللي هيظبطوا معانا العجينة في الآخر، بس سيبوها الأول تاخد وقتها في التخمير أهي. خلاص وهغطيها، خليها بس كده. بصوا جميلة إزاي، خليها كده أهي اهي، خليها بس نقلبها كده. بصوا بقت ناعمه ازاي ولطيفه. هنبدا بقى اول ما تخمر هتظبط جدا. لازم اغطيها ببلاستيك راب او ب مثلا كيس ثلاجه زي ما انتم عايزين، المهم ان انا احطها في مكان تخمر، ممكن على رخامه المطبخ في الصيف، لو احنا في الصيف مفيش مشكله خالص. هتخمر على طول، هتاخد لها حوالي ساعه
يعني ساعة ده كويس جدا. هنبدأ نطلعها مع بعض دلوقتي اوريكم شكلها بقى عامل ازاي، ونبدأ بقى نتكلم عن لو انا عايزة اخزن البيتزا دي في الفريزر وتبقى جاهزة عجينة عندي اتصرف ازاي. هوريكم واحدة، هوريكم شكل واحدة كده نقطعها سوا. الكيلو ده ممكن يعمل لي 5 صواني من دول، من الحجم ده، الحجم ده يعمل لي الكيلو ده يعمل 5 صواني من الحجم ده قدام حضراتكم، او 6 على حسب ما انتوا عايزين. لو انتوا مش عايزينها عاليه قوي تعمل الستة او اكتر، ولو هي مش عاوزينها مثلا فيها تخانه البان اللي ليها حروف عاليه هتاخد الخمسة، وممكن تاخد مقاس اكبر من ده. طيب هنغطي بقى ده بكيس كده، وايه وهبدا اشيلها في جنب وهوري حضراتكم اللي خمرانه، اوريكم شكلها بس الاول قبل ما الايه الحكم يصفر بانتهاء الشوط الاول. بصوا اهي، نعمل كده نفتح كده نرفع الكيس اهو، بصوا شايفين كده لازم نطلع الهواء منها اهي، وهتبدا تبقى مش بتلزق قوي، هي ستيكي بس ما بقتش تلزق قوي، شربت بقى كميه الزيت وانتفخت وبقت تمام. بصوا اهو خلاص، انا عايزه اشيل منها جزء اعمله في البيت. هعمل ايه؟ هاخد كده شويه من الدقيق هحطهم هنا شويه كده، وهاخد العجينه حسب بقى ما انا اوزن، يعني انا شايفه ان دي هتفرد لي العجينه دي. بصوا اهي، هفترض ان دي مقاس الصينيه بتاعتي خلاص، وهحطها هنا اهو، هعمل كده كده وهفرد هنا، لازم تتفرد كده نص كده دايره خلاص، وهقفلها اهو، وهحتفظ بيها كده في الفريزر زي ما حضراتكم شايفينها كده. هحط بقى الكميات دي بتاعتي، طب انا هاجي في اي وقت عندي صوص جاهز، عندي العجينه موجوده، وهبدا اخدها اسيبها بس على الرخامه نص ساعه قبل ما ابدا اشتغل فيها، حتى لو هي هتفك وهتبقى سهله جدا في الفرد، ونفردها بقى في الصينيه ونشتغل اي مكونات عند حضرتك. تعالوا بقى دلوقتي نطلع لاستراحه ونبدا نستعد للشوط الثاني، مستنيه حضراتكم.